السلام عليكم البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم البنات. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم معكم فيديو جديد خفيف ظريف. مهم البنات، اليوم بغيت نحضر معكم الجبن الطبيعي اللي كنحضر في المنزل. المهم كناخدو هذا، كنجيبو الحليب ديال البقر كامل الدسام. مهم كنجيبوه، عندك جوج يترو، عندك ثلاثة يترو، اللي بغيتي البنات اللي بغيتو، على كل واحد على قدر المستطاع ديالو. كنجيبو كنغليه في طنجره حتى كيغلي مزيان بحال هكايا، ومن بعد هانتوما شوفو كيغلي، كيكون داك الحليب هانتوما شوفو كامل الدسم، ثقيل وخاتر وغزال البنات، ما شهيتكم فيه. المهم وغادي نضيف عليه دابا ان شاء الله، نضيف عليه واحد نصف ملعقه ديال الملح، ها هي. غادي نحركو مزيان بحال هكا، هانتوما شوفو البنات. المهم تنصفيه عاوتاني مع المهم شي حاجه طاحت ليا في الحليب، شي فرتوته ولا ما نعرف. المهم البنات كنبقى نخلط بحال هكا، ومن بعد كنعمر واحد جوج ديال هادو، جوج ديال المعلقات ديال الخل على هذا الشكل هذا، انتما شوفوا البنات. انا عندي غير الخل العادي، الا كان الخل الابيض كان افضل. ها انتما كندير الملعقه الاولى، عاوتاني كنضيف الملعقه الثانيه، ها انتما شوفوا البنات ها هو، وتنخليه شويه بحال هكا. ها نتوما شوفوا، تنخليه شويه على ما تيعقد ويجمع راسو. ها نتوما شوفوا معايا، ان شاء الله غادي يولي داك الماء الفوق وداك الحليب، وهذا غيكون لتحت. ها نتوما شوفوا معايا، صافي غادي يبقى هكا حتى غادي يتغير داك هكا. نبقاو نحركوه هانتوما حتى غيولي مكلكل. شوفوا البنات هانتوما شوفوا معايا، يلا ما تمشيو فيه ان شاء الله، حتى ان شاء الله نكملوه ويتكلكل معايا ويبقى غير هذا من الفوق. الماء من الفوق تعرفوا النتيجه ولات ناجحه ان شاء الله. هانتوما البنات شوفوا، شوفوا الماء، الماء ديال الحليب كي ولا من الفوق. شوفوا العمليه، الا دارت لكم فحال هكا عرفوا العمليه ناجحه ان شاء الله. شوفوا معايا البنات دابا، شوفوا تبارك الله داك الجبن قال تحت، شوفوا كي داير ان شاء الله. دابا غادي نصفيه، غادي نصفيه ليله كامله، غنبيتو نخليه هكا باش ما يديرليش، باش ما يزيدش يتخطف ليا. المهم كتخليوه هكا على الطريقه هذه. المهم هي الصفايه ان شاء الله، غادي نصفيه ونبيتو ليله كامله في الثلاجه، ولا غدا ان شاء الله غادي نجبدو حداكم وتشوفوا الطريقه ديالو كيفاش جا. ومن بعد ان شاء الله بغيتو ديروه كريمي، ديروه مع فرماج كيري، طحنوا مع الفرماج كيري وديروا له المنسمات الزعتر ولا ازير ولا اللي بغيتو البنات. المهم حتى ان شاء الله يبات ليله كامله، وغادي نرجع معكم ان شاء الله، ما تمشيو فين وتبعوا معايا لا فيديو حتى الاخير. صباح الخير عليكم البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم البنات. ها هو من بعد ما بات ليله ديال في الثلاجه تيقطر في الشبيكه الجبن ديالي، شوفوا كيفاش كيجي رائع على هذا الشكل هذا. شوفوا البنات ما شهيتكم فيه، غادي نقطع معاكم دابا واحد الطريف. هانتوما البنات شوفوا، شوفوا البنات صدقوني هذا كيجي رائع. هانتوما شوفوا البنات، شوفوا كيفاش كيجي، ما نعاودلكمش كيفاش داير هاد الجبن هذا. شوفوا على كيفاش كيجي البنات، كيجي رائع. وان شاء الله الا بغيتو تزيدوا عليه شي لمسه اخرى، هانتوما انا غنزيد عليه زيت الزيتون من الفوق بحال هكا.
شوفوا كيجي رائع زيت الزيتون. وغندير واحد شويه ديال منسمات، عندي الزعتر غادي نديرو هكا من الفوق. وها هو الجبن ديالي وجد، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديالي ديال اليوم، وما تبخلوش عليا بالكومنتات الزوينه ديالكم. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي القوام ديالو رائع. يلا البنات تبارك الله عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.